Sevgili şehirliler, yine firmamızın kıymetli çalışanları, çok değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Açılışını yaptığımız Türkiye'nin إن هذا المنشأ هذا المصنع أتمنى أن يكون خيرا ووسيلة للخير لشعبنا ولدولتنا. هذا المصنع في مدينة سئرت وفي المنطقة يعتبر من أكبر الاستثمارات الصناعية التي تمت في هذه المنطقة، والقيمة المالية هي 102 مليون دولار، وهي بالشراكة التركية القطرية في المنطقة الصناعية في مدينة سئرت. ستقوم بتلبية الاحتياج لتركيا في ما يتعلق بالزنك، وسيتم تلبية نصف الاحتياج نعم، وتقريبا نصف مليار دولار سيوفر على تركيا. وفيما يتعلق بالتوظيف سيكون له قيمة كبيرة لهذا المصنع في المنطقة. سيشتغل هناك 500 شخص في سئرت وفي مدينة حكاري في سلسلة الإنتاج بشكل إجمالي 3000 شخص سيحصلون على فرص عمل في هذا المصنع. واليوم سيكون هناك استمرارية أيضا لتأسيس مصانع إضافية أخرى فيما يتعلق بصناعة الفضة والأحماض نعم وغيرها من المعادن. فالاستثمار هو 500 مليون دولار الإجمالي، والتوظيف سيصل إلى 7500 مستفيد. السيد فكرة بايدرمان والسيد عبد العزيز عطية نشكرهم جزيل الشكر على هذا القرار الذي قاموا به، هذا قرار الاستثمار في مناطق مختلفة من تركيا. السيد فكرت يقوم باستثمارات مختلفة، والآن قام بهذا الاستثمار في مدينته، وهذا الاستثمار نراه مهما جدا. كل رجال الأعمال الذين يقومون بالاستثمارات في مدنهم والذين يقدمون باستثماراتهم خدمات مهمة لشعبهم، فنحن نشكرهم وندعوهم إلى هذا الاستثمار والاستمرار في هذا الاستمرار، ونتمنى أن تكون هذه الخطوة الأولى في الاستثمار في هذه المدينة، وأتمنى أن يكون هذا الاستثمار خيرا لهذه المدينة وللمدن الأخرى. وأشكر كل المؤسسات الذين ساهموا في تأسيس هذا المنشأ وهذا المصنع، وأحييكم بكل محبة واحترام، وأتمنى الإنتاج، وأتمنى أيضا أن تكون هناك أن يكون هناك بركة في السوق وفي الصادرات التي نقوم ببيعها إلى أسواق العالمية، وأتمنى أن يكون المستقبل مستقبلنا جميعا مضيئا ومنيرا. والآن سنقوم بالافتتاح، ونرجوكم أن تأتوا بالمقص لقص الشريط من أجل الافتتاح. والآن سيكون السيد عبد الله عطية فليتفضل، والسيد ياسين أقطاي أيضا نرجوهم أن يتفضلوا إلى المنصة. السيد عبد الله تفضل. وثانيا السيد ياسين أقطاي فليتفضل.
شكرا جزيلا لكم. والآن سنقوم بالافتتاح وقص الشريط الافتتاحي. نرجو من الأساتذة الكرام النواب وكذلك نرجو من الوزراء أن يتفضلون إلى المنصة، وسيكون هناك أيضا سنقوم بوضع الحجر الأساسي للمصانع الجدد الأخرى، وسنقوم بوضع الحجر الأساسي لهذه المنشآت التالية وسنقوم بافتتاحها. نعم، والآن نحن سنقوم بالافتتاح، وفي نفس الوقت هناك مصانع أخرى سنقوم في نفس الوقت أيضا بافتتاحها. الآن يا الله، بسم الله، يا الله بسم الله. نعم، والآن ننتظر أن يتم صب البطون في نعم وبدأ الآن يتم صب البطون في الأساس.